يجب علينا أن نجعل نصف أعيننا ما وصى به لقمان ولده. قال لقمان هذا الرجل العظيم الذي الله تعالى ينقل مواعظه في القرآن، أي عظم الله ينقل مواعظه في القرآن، هذا الرجل المخلص الهائل في إخلاصه، لأنه ما كان رجل، هذا كان عالم، عالم في رجل. قال لقمان لولده في نصيحة الله: يا بني لا تنس اثنين، الله والموت، إن الله مشرف عليك حتى على ما تفكر، مو بس على ما ترى وعلى ما تسمع وعلى ما تنطق وعلى ما تمشي، وإنما الله مشرف حتى على ما تفكر. وفي الحقيقة نحن، إذا كان فرد واحد مشرف على تفكير ينسته، الآن لنفرض فرد أخ من الإخوان يفكر في أنه مثلا يسرق فرد دينار من جيب أخيه، إذا كان يعرف أن هذا الفكر يكتبثنا ما كان يخجل، ما نسوي كل شيء بس تفكير، أو كان يفكر في أنه يا ليت يتمكن من بناء مسجد في سبيل الله وهذا الفكرة تكتبهنا، شو كان يفرح على أنه فكر طيب جاي يسوي. الله دائما مشرف على تفكيرنا، أيضا لا ننسى الله سميع بصير عليم بذات الصدور.